من جهة ثانية ووسط حضور كبير من المواطنين، وصل إلى مدينة بيت لحم قادماً من القدس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتن، وذلك عشية بدء زمن المجيء وعيد القديسة كاترينا شفيعة رعية اللاتين في المدينة. واستقبل الموكب استقبالاً رسمياً وشعبياً في ساحة المهد بحضور رؤساء الكنائس وكبار المسؤولين بالمحافظة. وبعد مصافحته توجه الأب فرانشيسكو إلى كنيسة القديسة كاترينا وسط عزف موسيقي، حيث ترأس فيها صلاة خاصة. وأعرب حارس الأراضي المقدسة عن سعادته بزيارة مدينة مهد المسيح واستقبال الأهالي له. الدخول الرسمي لحارس الأراضي المقدسة لبيت لحم هذا العام يحمل معه الأمل ببزوغ فجر جديد عما قريب، وفك قيود جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية، معلنا بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. رسالة الميلاد لهذا العام هي أن يكون لدينا أمل، وأعتقد أننا بحاجة ماسة إليه. لقد مررنا بعامين صعبين للغاية، كانا صعبين بشكل خاص على مجتمعنا المسيحي هنا في بيت لحم، لأنه تركه بلا عمل، بدون حجاج، بلا دخل. تصلنا اليوم رسالة رجاء، كلمة يسوع التي وردت على وجه التحديد في إنجيل الأحد الأول من زمن المجيء: لا تتثبط عزيمتكم، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. بدأت مراسم استقبال الأباتون في 27 من تشرين الثاني في منطقة كنيسة مارلياس حسب قانون الوضع الراهن، مروراً بين جدارين شاهقين وبوابة حديدية تفصل القدس عن بيت لحم، ليصل الموكب عبر أزقة وحارات شارع النجمة إلى ساحة كنيسة المهد، حيث كان في استقبال الأباتون السلطات الدينية والمدنية وفرق كشفية وحشود غفيرة من المؤمنين. وفي فرض صلاة الغروب في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بعد الدخول الرسمي مباشرة، أقيمت مسيرة باتجاه مغارة الميلاد وأضيئت الشمعة الأولى من زمن المجيء. نحن في الأحد الأول من زمن المجيء، وهنا في بيت لحم نعيش بطريقة قوية وعاطفية للغاية. أضأنا في المهد مستعينين بنور المدود شمعة وضعت على إكليل شموع عيد الميلاد الذي يمثل الطريق إلى عيد الميلاد، وسوف يضيء هذا الضوء هنا في بيت لحم، ثم مع عيد الميلاد سينتشر في جميع أنحاء العالم. واحتفلت رعية اللاتين في اليوم التالي بالأحد الأول من زمن المجيء وعيد القديسة كاترينا في قداس ترأسه حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعاونه لفيف من الكهنة. بيت لحم هي بيت لحم أول إشي من انتشار الدين المسيحي، ولد فيها المسيح هون، رسول سلام، رسول محبة لكل العالم، ما فيش فرق بين كل الأديان. أنا هذا بقول، أنا بتأمل هالسنة أول إشي بدنا سلام بين الطرفين، بين مين مكان، والوباء هذا لكل العالم مين مكان يكون، وهذا اللي بتمنى، بس سلام، وبس سلام قبل كل إشي. وإحنا لازم دائما نشكر ربنا على إنه إحنا ولدنا هون، ولازم نحافظ على وجودنا هون، ودائما نحافظ على أعيادنا ونحتفل فيها في بيت لحم كلنا مع بعض. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تعزز الإيمان بأنه مهما طال الليل فلا بد لنور الميلاد أن يسطع من جديد.